لا ما عنديش هو انت مشكلة. اختلفت مع كابتن حسام البدري؟ كنت عايز تضم محمد عبد المنعم وهو رفض؟ لا 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 خالص، انا جينا فتره من الفترات الكابتن حسام كان قال على اساس ان احنا ان شاء الله نكون مكملين يعني، وده كان الطبيعي في البطوله العربيه. ففي البطوله العربيه كان هو قال ان احنا هناخد لعيبه ممكن ما يكونش معانا اللعيبه بتاعت المحترفين، ولعيبه تانية احنا هنريحها فناخد لعيبه. فمن ضمن الاسماء اللي انا كنت حاططها وقلت عليها لكابتن حسام، على فكره مش محمد عبد المنعم بس، كان عمر كمال عبد الواحد، كان شبانه بتاع اسوان لما كان قبل ما يروح الزمالك، كان مصطفى شلبي، كان هشام بلحه بتاع المحله، وعبده يحيى. فكنت انا حاطط مجهزهم بس ما حصلش نصيب يعني. طيب انت اخذت مستحقاتك كلها؟ اه الحمد لله. ولا ناقص لك حاجه؟ حاجه بسيطه بس اسالك. لا خدت كله. ها؟ خدت كله الحمد لله. اه لا هو خلي بالك الشغل، هو انت رشحت شبانه للزمالك؟ خلي بالك انا اقول لك حاجه. لا, لا انا اللي بقول حضرتك، ما تقوليش انا حضرتك رشحت شبانه للزمالك؟ لا بس رشحته المنتخب وهو موجود في اسوان، وكنت كلمت الجهاز بتاع اسوان عليه. انا في الزمالك رشحت ناس تانية كتير، ومنهم انا بقول لهم هشام بلح رقم 7، لعيب كويس قوي، وبيلعب ناحيه الشمال مكان بن شرقي، وبيلعب ناحيه اليمين مكان ونيج، وانا اشوف ان هو من اللعيبه اللي عندها حلول. طيب النهارده لو استاذ مرتضى منصور كلمك تعالى مع كارتيرون هتروح؟ لا طبعا الزمالك طبعا تروح في اي وقت، بس انا حته فكره المدرب العام ديت. طب لو جاب مدرب عالمي؟ لو جاب مدرب عالمي ولا تعالى؟ ولا مدرب عالمي على فكره. عايز اقول لك حاجه، شايف النقطه دي. طب اشتغلت مع باكيتا ليه؟ لا دي باكيتا كنت انا لسه من يعني، انا كنت من 5 6 سنين اشتغلت مع باكيتا، وما كنتش مشتغل مع باكيتا، ده باكيتا جه عليا. ده انا اشتغلت انا بعد فيريرا، ودي كانت فتره صعبه جدا على نادي الزمالك وجمهوره ومجلس الاداره، واشتغلت وعملت معسكر وفتره اعداد، ولعبنا 3 مباريات وديه حققنا فيهم مكاسب بما فيهم الانتاج الحربي، كان ماسكه شاوي غريب. وبعد كده جه باكيتا قبل ماتش حرس الحدود بيومين، وفضلنا 6 7 ماتشات ماشيين بشكل كويس وكسبانين. انا اعتذرت للمستشار مرتضى، حسيت ان انا دوري بقى ماليش دور، فطالما انا المكان اللي فيه انا ماليش دور فبالتالي خلاص. وبعد تجربتي كمدير فني 3 سنين في المغرب، سنتين في الامارات الحمد لله، واخد احسن مدرب 3 سنين ورا بعض هنا وهنا في المباريات، مباراه الوداد، مباراه موجوده يعني. صعب اتعرض عليك من فرق الدوري العام تشتغل فيها ولا لا؟ كتير. ها؟ كتير. كتير؟ اه. في فريق ندمان ان انت ما خدتش الخطوه ورحت دربته؟ لا ندمان دي ما بحبهاش، لان هي كلها بتبقى نصيب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن كان في من تقريبا من شهرين كان تحديدا في فريق، وكنت انا الفريق ده كنت عايز كمان امسكه، لان عنده امكانيات وعنده لعيبه كويسه، وكنت حاسس ان انا هعمل معاه حاجه كويسه. ولكن في الاول والاخر هو نصيب، انما الحمد لله.